بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على كمال الأكملين على خير خلق الله آدم وصحبه ومن والاه وبعد. استمعنا في هذه الصلاة إلى العشر الآيات الأخيرة في سورة آل عمران، وهذه وقفات مع السورة عموما ومع هذه الآيات أيضا وما فيها من السنة المتبعة عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سورة آل عمران هي في ترتيب المصحف هي السورة الثالثة بعد الفاتحة والبقرة، وعد آياتها 200، وهي سورة مدنية نزلت بعد الهجرة، وكانت تسمى بسورة النصارى من أهل الكتاب لأن ذكر فيها قصة مريم وقصة عيسى، وجاء فيها ذكر آل عمران، ومنها سميت السورة إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وهي من السور التي استفتحت بحروف المقطعة، وعدد السور المستفتحة بالحروف المقطعة 29 سورة، هذه واحدة من هذه 29. جاء في فضلها عند مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: سورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف حجان عن صاحبهما. سورة البقرة أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطل. يقول السلف قالوا: من المقدم فيكم؟ قالوا: الذي يحفظ البقرة وآل عمران. السلف الذي كان يحفظ البقرة وآل عمران كانوا يقدمونه على غيره من الناس لما فيها من ترسيخ العقيدة، لما فيها من ترسيخ أمر العقيدة، وهذا أمر العقيدة أمر مهم جدا، لذلك ينبغي للناس أن يهتموا بهذه المسائل في العقيدة. لماذا؟ لأن كل فترة والتي بعدها تجد ما يجد مما يقدح في العقيدة. فمثلا تجد هذا علي منصور الكيالي، هذا كل يوم الثاني مرتب لنا مقطع، مرة يرد الحجاب، مرة يرد عذاب القبر، مرة يرد الرؤية، رؤية الباري عز وجل في القيامة، ويرد الميزان، والناس قد فتنوا به، ولا سيما الشباب ولا سيما الجهل من الناس الذي ما عنده أثار من علم، حتى بعض طلبة العلم أيضا فتن به، قال لك الحجاب هذا ما جاء في القرآن لفظ حجاب إلا المقصود بها الستر وليس غطاء الوجه، قال لك قال الله عز وجل حتى توارت بالحجاب يعني حتى استترت. نقول هذا جاهل، لما توارد بالحجاب ما معناها؟ معناها غابت الشمس، ولما تغيب الشمس تستتر ولا تحتجب؟ ما حد يراها أبدا، ها خلاص ما حد يشوفها أصلا. لماذا؟ لأنه يرد السنة. في الصحيحين في قصة الإبل تقول عائشة: وقد كان صفوان يراني قبل أن يفرض الحجاب. وعند أبي داود من حديث عائشة قالت: كنا مع النبي في الحج عليه الصلاة والسلام، فإذا حاز بنا الركبان، هم في الهودج، فإذا جاء الركبان في حذائهن، قالت: كانت ترخي إحدانا جلبابها من فوق رأسها على وجهها، فإذا مروا رفعت إحدانا. والله عز وجل يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك بناتك ونسائك وبنات المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن. قالت عائشة كما نقل قتادة ومجاهد وغيرهم، قال: والإدناء يكون بغطائه من فوق الرأس على إيش؟ على الوجه.
وليضربن بخمورهن على جيوبهن. قالت عائشة في الصحيح رحم الله نساء الأنصار لما نزلت الآية: قطعن مروطهن فغطينا وجوههن فلم تبن إلا عينا واحدة. هذه كلها أدلة. فلذلك أنا أقول يا أخواني، لا بد أن نرتق العقيدة، ولا بد أن يهتم الناس بمن أو عن من يؤخذ العلم. روى الترمذي في الشمائل عن عبد الله بن المبارك وعن محمد بن سيرين، ماذا قال ابن المبارك؟ قال: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر، يعني بالسنة. وقال ابن سيرين: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ليس كل من هب ودب وكل من خرج وقال لك العالم الفيزيائي، خلى في الفيزياء، خلى يتكلم لي في أرشميدس، يتكلم في نظرية الطفو، يتكلم في قانون نيوتن في القوة، خلى يتكلم في هذه الأشياء، لا يتكلم في الأمور الشرعية والأمور الدينية. يقول الزهري رحمه الله، يقول: ما جلست مجلسي هذا إلا بعد أن شهد لي 70 من أهل المدينة بأني أصلح لهذا المكان. يقول الشافعي رحمه الله: رضيت أن يكون مالك حجة بيني وبين ربي. قيل لشعبة: ما تقول في فلان؟ قال: كلامه تمر وخل وبخل. قيل للزهري: لماذا لا تأخذ الحديث عن فلان؟ قال: لا يصلح لهذا الفن، ما يصلح لهذا الأمر. فلذلك هذه أمور مهمة أيها المباركون. لذلك كانت هذه السورة سورة عظيمة ترسخ هذا الجانب العقدي. لما يخرج الناس الآن ويشككون في أن المسيح رفع ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبأين أنت من قول ربنا عز وجل: بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. ولذلك ينبغي الناس أنهم يرجعون ويتدبرون ويقرؤون القرآن ويأخذون تفسيره من مظانه، من تفسير أهل السنة والجماعة. وتستفتح هذه السورة بشيء عظيم: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لأنه سيأتيك الكلام عن المسيح الذي يعبد من دون الله تبارك وتعالى: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. ما الفرق بين نزل وأنزل؟ القاعدة تقول في التفسير: زيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل وأنزل الفرقان. أنزل جملة واحدة، كل الكتب نزلت جملة واحدة إلا القرآن نزل جملة ومنجما، تناسب أن يذكر اللفظان نزل وأنزل. نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، ثم نزل منجما على الأحداث على مدار 23 سنة. هذا الفرق بين نزل يعني منجم وأنزل يعني جملة واحدة. ثم ربنا تبارك وتعالى في الآية 31 في سورة آل عمران، الحسن البصري يسميها آية الامتحان، وهذه مهمة جدا في هذا الزمان: إن قوما زعموا حب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الثمرة يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. طريقة الاتباع الطاعة: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ولذلك إن كنت صادقا في حبه لأطعته، إن الحبيب لمن يحب مطيع، لابد. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهله وولده وماله والناس أجمعين. ومر يوما مع عمر فذكره بهذا الحديث فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر،
قال فمشى يا هنية برهة من الزمن، وأخذ عمر يتفكر في المآلات ونهاية الأمور إلى الجنات مع رفقة رسول فاطر الأرض والسماوات عليه الصلاة والسلام. فقال يا رسول الله تحب لي من كل شيء حتى من نفسي. قال الآن يا عمر خلاص الآن يكمن عندك الإيمان، هل نحن حققنا هذا؟ كل حجيج نفسي وكل يرى نفسه على الكتاب وعلى السنة. ثم تمر بعد ذلك مع هذه الآيات العظيمة، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. ثم بعد ذلك تمر وإذا أردت أن تقف ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قالوا إن أردت أن تقف على غزوة بدر تقرأ سورة الأنفال، وإذا أردت أن تقف على غزوة أحد تقرأ سورة آل عمران. إذ تصعدون في الآفاق ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم. ثم تجد أظن آية 177 هذه الآية جمعت كل حروف الهجاء في اللغة العربية، هي والآية الأخيرة التي في سورة الفتح محمد رسول الله، كل حروف الهجاء 28 موجودة هنا. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الآية هذه 28 حرف موجود في هذه الآية والآية الأخيرة في سورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ثم نأتي لموضع الدلالة التي نحن فيها العشر آيات الأخيرة. خذ الأدب الذي فيها. أول شيء إذا نظرت إلى السماء تقرأ هذه الآية، هذا أدب النظر للسماء، كل ما تنظر للسماء تقرأ الآية الأخيرة هذه. والدليل في الصحيح قال ابن عباس كان النبي إذا قام من الليل مسح وجهه وقال، هذه أداب الاستيقاظ من الليل، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم يقرأ هذه الآيات، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات وكل ما علاك سماك وكل ما علاك سماك، هذه الأدب. قال وفي الحديث بث عند خالة ميمونة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسله ابن عباس أرسله والده ليحذر صلاة رسول الله بالليل عليه الصلاة والسلام. وخذ هذا الحديث الجميل الجليل عن مرة عن ابن عباس ابن مسعود موقوفا وعن أبي الدرداء مرفوعا، وإن كان عن ابن مسعود موقوفا فلو حكم الرفع لأنه لا يقل من الرأي. قال إن الله لا يعجبه، وفي رواية لا يضحك، والعجب والضحك على ما يليق بجلال ربنا عز وجل، نثبت الصفة ولا نكيفها ولا نؤولها ولا نحرفها ولا نعطلها، ليس كمثل جو السمع البصير. إن الله لا يعجب، أو قال لا يضحك من عبد إن سل من فراشه في ليلة شاتية باردة. هذا فضل العبادة في الشتاء. فتوضأ وصلى ركعتين فقال الله لملائكته وهو أعلم يا عبادي ما حمل عبدي على هذا، قالوا رجاء ما عندك يا رب وخوف مما عندك يا رب، قال فأشهدكم أني أعطيته ما رجا وأمنتهم ما خاف. ركعتين بس يا أبو تويتر أنت وأبو واتس لئيم وفيسبوك طول الليل جالس يغرد ومن بوستر لبوستر ومن تقوم صلى ركعتين. وخذ هذا الحديث العظيم يا أخي، يجي يعجب الله لك ويضحك لك ويقول لك يا ملائكتي أعطيته اللي طلب وأمنته من إيه؟ وأمنته مما خاف. ومن آداب الصلاة أيها الكرام الفضلاء منظر يتكرر في مساجدنا. تدخل المسجد تلقى الصف الأول ما كمل، وإخواننا في الله بدين في الصف إيش؟ الثاني. الصف الثاني ما كمل وبدين في الصف الثالث. يا إخواني يقول عليه الصلاة والسلام لا تتم صلاة الصف المؤخر حتى يتم الصف المقدم. يعني صلاتك نقص في الأجر وانت ما لك جاء عشان تلقوا صلاتك في الأجر. قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول لأتوهما ولو حبوا. وفي رواية لاستهموا عليهم استهاما، يعني سووا قرعة. وتجد هذا يقول لك تقدم تقدم، يقول أهل العلم ولا شفاعة في القرب، لو أبوك جنبك والصف الأول فاضي ما تقولوش أبوي تقدم تقدم أنت.
هذا جالس كأنه يطفل أول في حية تلدغه تقدم يا رجال ذاك الله خير. وقضية الفرج في صلاتنا يا إخواني عن ابن عمر عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام حديث صحيح قال من سد فرجة في الصلاة بنى الله له بيتا في الجنة. أخونا فلي يقول لك يا أخي أصلي عندي حساسية في صبعي ما أتحمل نوتج حد كلمة الله يرضى عليك عندي حساسية. الشيخ سعيد بن نصر الله يوفقنا وياه يقول كنت أصلي جنب الرجال هو يبعد وأنا أقرب وصدين صدتني على رجولي قال خلاص أنا هنا ثبت لين غلقت الصلاة وقلبي يدق أكيد بيعطيني كلام بعد الصلاة. قال أنت قال لك ها قال أسمع لا عاد تحط رجلك جنب رجلي مرة ثانية. يقول الشيخ سيد يقول والله لست بائع للأحذية معجبا برجل فضيلتك عشان أحطها جنبك لكن النبي هو اللي أمرني أن أحط رجلي جنبك. ولذلك لماذا لا يحب بعضنا بعضا ونحن أهل صف أول وأهل خمس صلوات في المسجد؟ من الحب يبدأ من القدمين. قال عليه الصلاة والسلام لتسوون بين صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. أي نعم الحب يبدأ من هنا عن أنس عند مسلم قال يقول النبي سووا صفوفكم وسدوا الخلل فإني أراكم من وراء ظهري. فقال فكان أحدنا يضع قدمه في قدم أخيه ومنكبه في منكب أخيه. صحابة كان عندهم حب عجيب لبعض. لماذا الحب يبدأ من القدمين؟ إذا يقول لك لا 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 ظوافر طويلة حور رجله يقول له بعض الصلاة قصوا ظوافر جزاك الله خير وسدوا معه الخلل. شو المانع يعني؟ شيء عجيب سبحان الله العظيم. ولذلك المسألة جدا مسألة مهمة. طيب من أين يبدأ الصف الثاني؟ يبدأ الصف الأول والثاني وغيره من خلف الإمام. إخواننا في الله بدي من هناك من أقصر منه هذا بدي من أقصر اليسار وفي النص في فرجة. لا يبدأ أخي المبارك فأقامه خلفه يبدأ الصف من خلف الإمام ثم يتكاثر عن اليمين يتكاثر عن إيش؟ يتكاثر عن وتكفر عن اليسار. من آداب قيام الليل ونختم بهذا الحديث الجميل عند الحاكم والطبراني وفي السنن قال عليه الصلاة والسلام من قام الليل بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. الفاتحة قلنا أعطيناك الكوثر. ومن قام الليل بمئة آية النازعات والنبأ مع الفاتحة كتب من القانتين. والقنوت طول القيام. أما هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. ومن قام الليل بألف آية هي الجزء التاسع والعشرون والجزء الثلاثون ألف آية وزيادة جزء تبارك وجزء عم كتب من المقنطرين. فلا أخ المبارك لا تترك قيام الليل ويبدأ قيام الليل من المغرب من بعثات المغرب لدخول الليل والوتر بعد العشاء. وقالت عائشة أوتر النبي من أول الليل ومن وسطه وانتهى وتره إلى السحر. قال أبو عثمان النهدي ضيفت أبا هريرة عبد الرحمن بن ملة هذا مخضرم حضر الجاهلية والإسلام لكنه لم يظفر ولم يكتحل برؤية النبي العدنان عليه الصلاة والسلام فيسمى من التابعين عبد الرحمن أبو عثمان النهدي عبد الرحمن بن ملة مخضرم هذا يقول ضيفت أبا هريرة ليلة نزل ضيف عندي من هم الكبار التابعين هو وزوجه وغلامه فكانوا يتقاسمون الليل أثلاثا ثلث للغلام ثلث للزوجة ثلث لمن لأبي هريرة. ما أجمل هذه البيوت التي يعمر فيها ذكر الباري تبارك وتعالى وقيام الليل وبكاء الأسحار وختمات القرآن. اللهم اجعل بيوتنا وإياكم بيوت خير وبر وبركة وتوبة. اللهم وفقنا لكل خير وعنا على كل بر ونجينا من كل سوء وشر. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وتوفيقا وسدادا ورشادا وفق ولاة أمرنا لكل خير وعنا على كل بر. اللهم انصر جنودنا رب العالمين نصر المؤزرة. اللهم انصر المسلمين في بلاد العراق والشام واليمن وفلسطين وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم احقن دماء المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارحم آباءنا واطل أعمارهم على الطاعة من كان منهم حيا ومن كان ميتا فاجعل مثواه جناتك جنات النعيم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى لا تفرق جمعنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا. اللهم اسكن الغيث وتجعلنا من القانطين غيثا مغيثا سحرا طبقا مجللا نافعا غير ضار على الضراب والأفهام وبخل أودية ونابت الأشجار تسقي به البلاد وتنفع به العباد
وتجعل برحمتك بلغ الحاضر والباد. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وقل دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.